الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المرصد الاقتصادي العراقي إن حجم صادرات الأعراق النفطية خلال شهر آب الماضي بلغت بمجملها أكثر من 108 ملايين برميل. وأكد المرصد أن الصين جاءت في المرتبة الأولى في صادرات العراق بنسبة 42% من إجمالي مبيعات شهر آب، إذ اشترت الصين وحدها أكثر من 45 مليون برميل، وبعدها الهند بنسبة 24%، التي بلغت أكثر من 26 مليون برميل، وست دول أوروبية التي شكلت نسبة 17% بأكثر من 18 مليون برميل. كشفت وزارة المالية أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 7 أشهر تجاوزت 77 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة بنحو 89%. وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لسبعة أشهر من العام الماضي بلغت 77 تريليون و475 مليارا و502 مليوني دينار، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 تريليون و664 مليارا و477 مليون دينار. أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن المصارف الحكومية تستحوذ على نسبة 88% من استثمارات الجهاز المصرفي. وقال صالح إن المصارف الحكومية تستحوذ على نسبة 88% من استثمارات الجهاز المصرفي، ولم يتبقى للجهاز المصرفي الأهلي سوى 12% من تلك الاستثمارات. وأضاف أن أسس التنافس للسوق غير مكتملة الجوانب ما لم توضع المصارف الحكومية على قواعد عمل السوق من حيث الكفاءة والحوكمة الإدارية على غرار المصارف العالمية. قررت وزارة النقل في النظام السوري تخفيض رسوم عبور شاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس، والمحملة بأنواع البضائع كافة بمقدار 50%. وبالنسبة للسيارات السورية العابرة من لبنان إلى العراق أو الأردن وبالعكس، فقد قررت الوزارة فرض رسم عليها بمعدل 2% وفقا لمعادلة وزن السيارة القائم أو الفارغ مقابل المسافة المقطوعة مقدرة بالكيلو متر حسب ما نشرته صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري. توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاض التضخم في تركيا مع استمرار السياسة النقدية المتشددة التي تتبعها الحوكمة في البلاد. وذكرت الوكالة أن البرنامج الاقتصادي الحالي لتركيا لا يزال يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأكد أن وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في تركيا إلى 43% بنهاية العام الحالي وإلى 21% بنهاية العام المقبل. وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي هذا العام نمواً بنسبة 3.8% في عام 2025. وأوضحت أن مستوى النمو هذا يدعم عملية إعادة التوازن في توقعات التضخم. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.